استاذ الجهد الذاتي يعني تبرع لنا الاستاذ المعاون استاذ سمير، تبرع بقطعه ارض دونم منطقه السوامره، والحد الان هاي صار سنتين بس. ايش تبرعت؟ تبرعت على مود ثواب للوالد، لانه هو البستان مال الوالد الله يرحمه، وصدقه جاريه، وتبرعت قطعه دونم لبناء مدرسه، لان المنطقه بحاجه الى مدرسه هناك، وعدد طلابها هوايه، كلش هوايه، هو التوسع ده يصير بالمناطق. زين من تبرعت وجوي بنوا المدرسه، بنوها مو؟ ما حد بناها لحد الان، صارت سنتين. ماكو تبرع وما حد نازل بيها 2500 متر مو؟ نازل للتربية وما حد اجى بنا بيها مدرسة لحد الآن. كتابنا وكتابكم ورحنا وجيب من الطابو هذا سند جديد، وجيب خريطة، وجيب هذا، ومن الزراعة، ولحد صارت معامل هالكبرات وماكو لحد الآن، كل شيء ماكو.